تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي لدعم جلالة الملك المفدى جهود البرلمان العربي خدمة لقضايا الأمة العربية. وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي في برقيته دعم البرلمان العربي ومساندته التامة لكل ما تقوم به مملكة البحرين من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. وقال إن البرلمان العربي أقر بالإجماع في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو لعام 2018 قرارا مهما بالتنسيق مع أعضاء البرلمان العربي من مجلسي الشورى والنواب في البحرين بشأن تصدي البرلمان العربي والرد على التقارير والبيانات والقرارات المسيسة التي صدرت من بعض المنظمات الإقليمية، وخاصة ما صدر مؤخرا عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وشدد الدكتور السلمي على رفض البرلمان العربي التام على تعقيب البرلمان الأوروبي على الأحكام القضائية في مملكة البحرين بحق المخربين، وقال إن القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة القانون وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء. وأكد رفض البرلمان العربي أسلوب تعامل البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة وتمس أمن واستقرار الدول العربية من خلال اعتماد البرلمان الأوروبي على معلومات مضللة ومغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية والتنفيذية والتشريعية في الدول العربية. ودعا الدكتور السلمي إلى الحوار بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي حول قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية، مشيرا إلى أنه سيخاطب نظيره الأوروبي لتبليغه رفض البرلمان العربي لهذه القرارات والبيانات والتقارير المغلوطة، ومطالبة البرلمان الأوروبي الالتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية حفاظا على المصالح المشتركة بين الجانبين. كما دعا الدكتور السلمي البرلمان الأوروبي إلى مراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال مزيد من الإجراءات والخطوات وعدم الاعتماد على معلومات مضللة من جهات مغرضة في ظل التطورات التي تشهدها الدول العربية خاصة مملكة البحرين وجهودها الكبيرة في حفظ الأمن والسلم من خلال حربها ضد التنظيمات والميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن وضرب السلام الاجتماعي والاستقرار في مملكة البحرين والمنظمة العربية.